حياة دون هواتف، هل يمكنك تخيلها؟ يقضي الكثيرون منا يومهم لساعات طويلة مع الأجهزة الذكية التي سيطرت على عاداتنا واستولت على جزء كبير من حياتنا، لكن هل يمكننا العيش دونها؟ في الواقع لا تبدو الحياة دون هواتف ذكية فكرة غريبة، فقد كانت الحياة كذلك قبل عدة سنوات، بل إن انعكاساتها إيجابية أكثر منها سلبية. مركز أبحاث أجنبي اعتبر التوتر والإدمان والاكتئاب والقلق المفرط عواقب طبيعية لاستخدام المنصات الاجتماعية. في وقت يعيش الأشخاص الذين لا يستخدمون الهواتف حياة صحية أكثر اجتماعية وواقعية، وهو ما يفتقده معظم الناس مع سيطرة الحياة الافتراضية. وأنت كم عدد الساعات التي تستخدم بها هاتفك خلال اليوم؟